مجموعة مستشفيات السعودي الألماني. نحن بعون الله نرعاكم. تحذيرات جديدة تتعلق بمخاطر البدانة، هذه المرة اقتصرها باحثون على النساء. فالبدانة بحسب متخصصين ترفع من خطر الإصابة بسرطانات الأمعاء والثدي والمرارة والرحم والكلى والبنكرياس والمريء بنسبة 40%. واحدة من كل 4 بدينات تصاب بالسرطان بحسب معهد أبحاث السرطان في المملكة المتحدة. فمن 1000 امرأة بدينة أصيبت نحو 274 بالسرطان، مقارنة ب 194 كن يتمتعن بأوزان مثالية. إصابة 5269 امرأة بسرطان الثدي بعد انقطاع الطمث ألقى متخصصون بمسؤوليته على البدانة. وبحسب باحثين فإن ربع النساء تقريبا يعانين من البدانة المفرطة، فيما تصاب نحو 18,000 منهن بالسرطان نتيجة لزيادة الوزن أو البدانة سنويا. البدانة والإصابة بالسرطان ربطهما الباحثون بالخلايا الدهنية التي تنتج هرمونات، خاصة هرمون الاستروجين الذي يعتقد أنه وراء الإصابة. هذا وأكدت دراسات سابقة على الخطر الذي تواجهه النساء بسبب الوزن الزائد مقارنة بالرجال، فما يزيد على 8% من جميع حالات السرطان لدى النساء في المملكة المتحدة وراءها الدهون الزائدة. ودعا باحثون إلى إجراءات بسيطة تؤثر إيجابا على المدى الطويل وتخفض من احتمال الإصابة بالسرطان، منها تقليل الأطعمة الدهنية والسكرية وعدم التدخين وممارسة الرياضة والحفاظ على وزن صحي. حنين موصلي، العربية.